مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء وفاضل. اهلا بيكم في حلقه يسمعها فقط رافعي الرؤوس على هزازي الرؤوس واعضاء اللجان الهمجيه ان يمتنعون. نبدا حلقتنا الليله بدستور الجريء تي في. ما يهمنيش اسمك، ما يهمنيش لونك، ما يهمنيش دينك، ما يهمنيش شكلك، ما يهمنيش عملك، يهمني قلبك. المثقفون الرائعون يلتقون في امسيه جديده من امسيات الجريء، وبرحب بيكم يا اجمل ناس الكون. المشروعات اللي مؤسسة الجريء أطلقتها بتستحوذ على إعجاب المحترمين بالملايين بالملايين، والله أقسم بالله حاجة رائعة، مع أننا كلها بس تجريبي، كلها أعمال تجريبية ولم نرتقي إلى الاحترافية حتى الآن. هكذا عندما غيرنا الجمهور وجئنا من يعرف قيمة الثقافة الحقيقية. سيأتي يوم سنعلم فيه كل شيء، ولكن للمثقفين المحترمين فقط. حدش يسألني من الناس اللي بتروح وتيجي وعاملين صحابنا ومش صحابنا، والله ما أقول لحد سر من أسرارنا، لأن احنا شفنا الويل من الودانية والموقعاتية وبتوع اللجان. الحمد لله نجاحاتنا تفوق الخيال، ولما هنتفرغ شوية هنكون أفضل مؤسسة إعلامية ربما في الشرق الأوسط كله، وهذا بفضل إخلاص المجموعة الكبيرة اللي بتشتغل معانا في صمت رهيب. بعد قليل هيكون معانا استاذنا الكبير استاذ محمد فاضل، وهنشوف اذا قدرنا ناخد شخصيه اخرى او مداخله اخرى في منتصف التقرير. نبدا علاقتنا بالاسئله المعتاده. اين انت يا رئيس نادي الزمالك من قضيه الشرف والكرامه، قضيه نادي القرن؟ 4 ساعات بيقول لك بعد الفجر اليوم، و4 ساعات امبارح بعد الفجر، وهزاز الرؤوس عمالين يهقهقوا ويمقمقوا ويتريقوا على خلق الله ويتمسخروا بخلقه الله، وفي الاخر لا هو ولا هم قادرين يتكلموا على قضيه الشرف والكرامه. يكفي ان الكلمه بتتاخد سواء اللي هو الناس اللي رميها ترمي ودانها معانا، ربنا يا رب يشيل لهم ويشيل ودانهم، او هو بنفسه لما بيسمعنا يكفي انه بنقول له قضيه الشرف والكرامه. اللي قاعد على الكرسي ومش قادر يقول حتى كلمه قضيه القرن يبقى ما عندوش لا شرف ولا كرامه، حتى لو قال ايه من هنا لبكره. واللي بيساعده على انه يترخم على واحدة من أهم قضايا نادي الزمالك يبقى برضه هو ما عندوش شرف وكرامة، واللي عاجبه الأسلوب اللي هو بيتكلم فيه برضه ما عندوش شرف وكرامة. دي خلاصة الموضوع. أرض 6 أكتوبر اتكلمنا فيها كتير، أصبحت مقلب زبالة، ولكن علمنا إن هناك زملكاوية محترمين من اللي بيستعدوا إنهم يجلسوا على المجلس وقاعد مجلس الإدارة في القريب العاجل، بدأوا فتح الملفات مع سيادة رئيس الوزراء وسيادة وزير الشباب وقيادة كبيرة في الدولة. فما تقلقوش يا زملكاويه عن حقوق الزمالك، حتى قضيه قلعه القرن وعادين هم، وهم زملكاويه لعبوا دولي، لعبوا رياضه دولي، منهم ناس فطاحل في المجال في الانتصارات الزملكاويه، وقعدوا ان مش هيسيبوا حق من حقوق الزمالك. واحنا بنقول لهم ما تضربوش الارض تطلع بطيخ، احنا عايزين ناس بس عندها شرف وكرامه بتجري وتسعى. اسعى اسعى يا سيدي، ان شاء الله الفيفا والكاف والكاس والحاجات دي يرفضوه، بس اسعى خلي عندك كرامه شويه. فهم الناس عندهم كرامه، اعتقد الناس هيردوكوا جدا. اللي جاهزين، هي ايام ربما المفاجات تتوالى في الفتره القادمه، ولكن هنسيب كل حاجه لوقتها يا غاليين. بنساله ايضا، هل عملت عضويه اللاعبين اللي انت وعدت بيها؟ كل الوعود بتطلع اليومين دول فنكيش، لا حفله بطل الدوري ولا حفله بطل الكاس ولا عقد زيزو، طلع ان ما حصلش العقد ولا حاجه. كلمه زيزو طبعا ب 100 مليون عقد، احنا نثق في زيزو ولا نثق في الاداره؟ عقد فيريرا التجديد طلع كله فنكوش، كله كلام، ولكن برضو فيريرا من الناس الرجاله المحترمه قوي اللي بتحترم كلمتها، لكن الاداره بتضحك على المغيبين، والمغيبين مبسوطين، خلاص خليك مبسوط. بنقول المره المليون، هل صحيح تم منعك من السفر وكنت رايح مكتب النائب العام تتحايل عليه عشان يوفق لك على السفر، يدي لك اذن للسفر؟ نتمنى ان نلاقي رد، يا ريت يكسفه ويسافر، لان هو بيدعي دلوقتي ان منافسه اللي عامل له قلبان في دماغه في فرنسا، لا هو في الامارات. ففرصه عمرك، لان الشيوخ الاماراتيين ممكن يعملوا حل، واحنا بنقولها كل يوم احنا مع الحل. كمان محتاجين نعرف معلومات عن حقيقه عن عقد سامسون، وهل في شرط جزائي زي ما اتقال ولا لا. كمان القضيه اللي اثرناها امبارح في كل برامجنا مع الاستاذ تريز ومع الاستاذ محمد فاضل ومع ضيوفنا الكرام استاذ فتحي مرعي وكل الضيوف اللي كانوا مشرفينا، عن ايمن حفني، وعملوا نفسهم بمن طلع هو وهزاز الرؤوس ولا كلمه عن ايمن حفني. حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يرضيكم يا اللي بتهزوا راسكم، او هل يرضيكم يا اللي بتدعموه في كذبه
ان واحد زي ايمن حفني بنته عندها الكانسر السرطان ومش لاقي ثمن العلاج ان يترمي في الشارع؟ هل يرضيكوا ذلك؟ يعني اشرف قاسم ولقى ناس محترمه وقفت جنبه، ناس كتير، ناس كتير، علاء علي اللي توفى الله يرحمه وزوجته الفاضله لقت وزير الشباب عينها في نادي النادي في 6 اكتوبر، مع انه حنفي بتاعنا طلع وقال انا بالله مرتب وتعالي يا بنتي خدي ظرف اول كل شهر من مكتبي، وطلع كله ما مكتوبش. على كل حال مصر نابضه بالخير، مصر مليئه بالشرفاء. بس انا بقول للناس اللي بتدعم الكذب والنفاق، عاجبكم الكذب؟ حتى انكم كده ملوثين نفسكم وملوثين ودانكم في الكذب والنفاق. احنا قدرنا تخلصنا من الوسخات اللي كنا مصدقينها وابتدينا نبص للناس بنظره نظيفه بعين نظيفه. انتوا مش قادرين تفهموا ان كل الكلام فنجوش، ما فيش حاجه في ارض الواقع. مش صعبان عليكم بنت ايمن حفني؟ مش صعبان عليكم؟ مش صعبان عليكم البرنس اشرف قاسم؟ مش صعبان عليكم اللي بيحصل ده كله، الاكاذيب دي كلها؟ على كل حال اللي عنده دم بيحس، واللي ما عندوش دم مش بيحس. احنا بقالنا يومين ماسكين قضيه النادي الاسماعيلي، كان معانا الاستاذ محمد فاضل المحترم والكبير، ونقول له يا استاذنا يا غالي الاسماعيلي ينهار، النهارده في احداث غريبه جدا في النادي الاسماعيلي يا استاذ فاضل. مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه يحيى الكومي يرسل خطاب لاتحاد الكره المصري يقرر تجميد نشاط كره الصالات في النادي. ليه يا عم كومي؟ انت طلعت لا كومي ولا حاجه، ده انت طلعت شايب مش كومي. ليه؟ قال لك اصل ما عندناش 28,000 جنيه مصروفات قدر اللعيبه. يا خيبتك التقيله يا كومي، عامل راجل اعمال ومدلع اسمك ان انت رئيس نادي الاسماعيلي وعمال تاخد من وراه الملايين، خيبه تقيله في النادي الاسماعيلي احد اكبر واهم وامتع واعظم الانديه المصريه. فريق تخيل 28,000 جنيه. فريق حاجه فضيحه بصراحه. فريق الصالات في النادي الاسماعيلي يا استاذ محمد بيحقق ثالث دوري، ثالث كان كاس مصر، النتائج كلها كويس، وبيدعم منتخب مصر بلعيبه طول السنه. يعني للاسف. الحاجه الثانيه اللي في الاسماعيليه ان المدربين قطاع الناشئين في النادي عاملين اضرار، ما بياخدوش مرتبات ولا هم ولا الاداريين ولا اللعيبه، وكل متوقف ما فيش اي حاجه، والاسماعيلي مهدد هيتسحب من كل المباريات في قطاعات الناشئين. لك الكلمه يا استاذ محمد. اولا مساء الخير يا جري يا اجرى جري، مساء الخير عليكم جميعا كل متابعي رافع الرؤوس المنتمين للجري. صراحه حاجه تكشف صراحه، يعني الواحد مش لاقي كلام يقوله. 28,000 جنيه بيهد مستقبل فرق الصالات عشان 28,000 جنيه؟ طب وايه دخل اتحاد الكوره بالصالات عشان يبعت لي يقول له انا ما عنديش ادفع 28,000 جنيه للصالات وهجمدها؟ يعني فرق الصالات دي عليها علاقه باتحاد الكره المصري؟ اي كلام هو بيبعت بيقول حسب على ما اعتقد. فين عشاق الاسماعيلي وفين هو؟ يعني هو كرجل اعمال الناس الانتخابات عشان ينقذ الاسماعيلي 28,000 جنيه زي 1,000 جنيه لاي واحد عادي، زي 100 جنيه حتى، زي واحد مش قادر يدفع هو. يعني ما اعتقد شركه حفر ابار وطلمبات مياه يعني مكسبه يعني في طلمبه ميه من الاعماق تجيب المبلغ ده. طيب هو ما فيش يعني ما فيش، عايز الواحد ينقي كلمه نظيفه يعني ما فيش اخلاق يعني. طب انت قاعد على الكرسي ليه؟ قاعد على الكرسي ليه؟ يعني قاعد على الكرسي ليه؟ هو رشحت نفسك ليه؟ محمد اللي دايما احنا بنقول عليها، بيقعد يجلس على مقاعد رؤساء الانديه واعضاء مجلس اداره، ناس ما يعرفوش الرياضه وما لعبوش رياضه. هي دي المشكله. والله يا جريمة ليها علاقه بالرياضه خالص؟ لا اداره ليها علاقه يا محمد مليون في الميه. لو دمه حامي على الفانيلا الصفراء، ولا لو التاني دمه حامي على الفانيلا البيضاء لعبه ومثله النادي وعرقه في الفانيلا دي، ما يعملوش كده ابدا. انت جبت الصح، انت جبت الاجابه الصح، ان هو ما بيحبش النادي ده اللي قاعد على كرسيه، ملهاش علاقه حتى ان هو يكون لاعب او ما لعبش. ده لو مشجع عادي وقاعد على الكرسي ده هيدفع من جيبه. وبعدين ازاي وصل النادي للمرحله دي؟ مش بسببهم؟
يعني النادي وصل للمرحلة دي. طب أمال التعاقدات اللي عملها والفلوس اللي عملها جابها منين؟ ولا خلصهم الباع كام لعيب هم الكبار اللي عنده وبعدين يلم لعيبة تانية وبعدين مفيش فلوس؟ طب أنت بتقعد تعمل إيه؟ يعني أنت شغلتك إيه؟ هي دي الأهم، هو شغلته إيه؟ هو جاي يعمل إيه؟ ما يا سيدي، بيقول لك شغلته على المدفع ايه؟ بولولوم. بورورم دي فعلا دي وظيفتهم كلهم في الأندية. الرئيس النادي اللي ما يقدرش يجيب دخل للنادي بتاعه وما يقدرش يطور من النادي بتاعه ويعمل تنمية للنادي بتاعه ويطالب حقوق النادي بتاعه، طب فين حق الرعاية؟ مش الدوري بدأ؟ مش شركات الرعاية دي بتدي فلوس مقدمات؟ فين هي؟ 28 ألف جنيه، أنا افتكرت 28 مليون. ولو 28 مليون مش يعني ده لازم اسماعيلي. ما هياش فلوس برضه 28 مليون. تخيل انها 28 ألف، ده مرتب موظف يا باشا من البهوات اللي عندكم. لا دي فضيحة، دي فضيحة ولازم المشكلة بقى هو لا. قلب على الاسماعيلي ليه؟ عشان اللي هو كان مدير الكورة ده اسمه ايه؟ حسني عبد ربه، حسني عبد شكرا ربه، حسني عبد طلع في ربه. بعد الماتش واتكلم في وسائل الاعلام، ما اعرفش ايه الغيرة. برضه على الجانب الاخر حنفي عامل حرب على المهندس هاني زاده وشتيمه وقله ادب وطعن في ابنه رحمه الله عليه في واحد متوفي، وبيتهم اتهامات ما فيهاش لهاش اصل ولا لها اي حاجه، لو ليها اصل يبقى هو مشارك فيها. للأسف لسه وعلشان قاريها كل دلوقتي. القصه كل العداء ده مع هاني زاده، علشان هاني زاده يوم ما اتحل مجلس الاداره طلع مع احمد موسى وكان بيدافع على النادي وراح رفع قضية. كل الحرب الشرسة دي واتهمه بالفساد واتهمه كلام كله كذب وتضليل. الغيرة من الناس اللي بتظهر في التلفزيون يعني. طيب أنا عايز أسأل سؤال، لو الأستاذ هاني زاده ولا المهندس هاني زاده عنده المخالفات دي كلها وحضرتك ساكت عليه يبقى أنت مشترك معاه؟ ملهاش أصل، ملهاش بقى لا لف ولا دوران، أنت مغطي عليه يبقى أنت مشترك معاه، لو هو دخل السجن تدخل معاه، ولا أنا غلطان؟ الكلام كله فنكوش طالما في ناس بتهز هو راسها. كذب، هو كذب كله، إنما لو صحيح أنت بتدين نفسك، انت مش بتدين المهندس هاني زاده، انت بتدين نفسك. الراجل ده ما بيعرفش، راجل ايه بس، ما بيعرفش يتكلم، بيدين نفسه من غير ما يعرف. الشخص ده لازم حد يوجهه، الشخص ده انا خايف عليه قريب قوي والله، خايف. بعد ما اخلص التسجيل هقول لك حديث دار بيني وما أحد كبار المسؤولين في مصر حوالين الموضوع، عشان بس لساني ما يتجرجرش وحكي. عايز قبل ما نعمل مداخلة لشخصية محترمة جدا معانا خبرين مهمين جدا أو 3 أخبار مهمة جدا. بيان رسمي من النادي الأهلي تنفرد بيه قناة الجريء حول موضوع خلينا نقوله بعد ما نسمع المداخلة، مش هقول إيه الموضوع، وقصة الشكوى بتاعت بنت حمزة. في صدر قرار رسمي من نيابه قصر النيل عليها النهارده، وفي كلام حوالين قضيه خالد بوطيب مع الزمالك هنقولهم، بس بعدين الاول نرحب باخونا المحترم المصري العراقي الجريء ياسر عراقي. منور ياسر. حبيبي قلبي، مساء الخير عليك ومساء الخير على استاذنا فهد فاضل وعلى كل مساء الخير عليك يا ياسر باشا. وحشنا يا ياسر. حبيبي حبيبي حبيبي، وحشني جدا يا غالي، عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا ياسر. قبل ما الحمد نتكلم لله. في اخبارنا، انا عارف ان انت بتتابع فيديوهات السيد رئيس نادي الزمالك، سمعت الفيديو بتاعه بتاع الفجر النهارده؟ هو مش فيديو، هو كان حلقة مباشر لايف. مباشر لايف. بدأ الساعه كام وانتهى الساعه كام؟ بدأ الساعة بالظبط بتوقيت مصر، بدأ الساعة 2 وخلص الساعة 4. يعني 2 فجر اليوم وخلص الساعه 4 فجر اليوم. هي صلاه الفجر في الساعه كام؟ توقيت مصر. ها؟ يعني صلى، يعني صلى الفجر قضى مش كده؟ لا لا، بتوقيت مصر صلاها حاضر. ده واحد عضو مجلس اداره بيكلمني بيقول لي ايه، كان ايه بيكلمهم بيقول لهم، ياسر ياكد لنا المعلومه دي، بيقول لهم انا رحت عملت ايه عمره وعملت حج ومش عارف ايه، يعني في نص ثانيه قام شاتم الفاظ في صح حد صح معين. في نص المعلومة دي ثانيه صحيحة وبيحكي عن مليون العمره مية. والحج والروحانيات في نص ثانية. صح عضو مجلس إدارة صح صح محترم هيستمر صح إن شاء الله غصب عنه في مش هقول اسمه طبعا ولا هلمح ليه. صح الراجل حصل ده مظبوط. أنا طبعا ياسر
انا ندي لك الهوا ياسر، انت تحكي لنا ملخص لما جاء في بس الفجر. والله أول شيء مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين المحترمين من رفيع الرؤوس زي ما أنت بتقول. يعني هو الصراحة ما فيش جديد، هو ما فيش جديد، دخل يمين وشمال في الناس كلها، ولكن نأكد على معلومة اللي افترضنا بها الأسبوع الماضي أنا وأستاذي الفاضل اللي أنا أتشرف إني أكون وياه بالحلقات محمد فاضل. نأكد على افتراضنا إنه مش حيسافر للإمارات، مش حيسافر تاني. بقى أكد في وسط الكلام، هو بيرمي المعلومة وسط الكلام عشان إيه؟ عشان الناس اللي مش صاحية من هزازي الرؤوس ما ياخدوش بالهم من المعلومة، بس إحنا صاحيين وبنركز في كل كلمة يقولها. في وسط الكلام رمى معلومة إن هو قال إيه؟ قال بالنص كده، قال احتمال أسافر واحتمال ما أسافرش. يعني هو رمى، ولكن الواضح من المعلومة إنه مش هيسافر. والآخر حلقتين ظهر بين حلقة يوم مش بمزاجه استاذ ياسر، هو حاول مع وزير العدل، وزير العدل رفض مقابلته، صح ياسر؟ مش عارف انقطع الصوت عند ياسر. استاذ محمد، احنا قلنا فرصة عمره في الصلح مع الخطيب هي المبادرة اللي كان عاملها الشيوخ في الامارات. الصوت واصل عندك ياسر؟ اخويا ياسر الصوت مش واصل. طب الصوت واصل عندك استاذ محمد؟ أنا سامع كويس أوي. فدي فرصة عمره كانت هذه المبادرة. أعتقد إنه هو نفسه اعترف في فيديو إحنا نزلناه من 4 أيام إن هو ذهب إلى مكتب النائب العام عدة مرات ولم يستطع أن يقابله، ورفض النائب، مش النائب العام، وزير العدل. وزير العدل، وزير العدل. تفضل ياسر كمل كلام. فقلت لك هو وسط الكلام امبارح رمى معلومه ان احتمال اسافر الامارات او ما سافرش، دي معلومه الاوليه اللي رماها وسط الكلام. المعلومه الثانيه اللي رماها الباحه شط جامد جامد قوي في الكابتن محمود الخطيب بالاسم الباحه، ما لمح عليه، الباحه شط فيه جامد قوي، ويعني وتوعد للبارحه بالنص، قال له بعد السوبر هرجع احكي تاني، والبلاغات والساعات والكلام الفاضي اللي هو اللي بيقوله ده، واسمح لي يعني في الكلمه دي كلام فاضي فاضي. ودخل على الشخص اللي ذكرته عضو مجلس الاداره السابق اللي كانوا هنا، دخل فيه شويه وطلبوا لي مش عارف مين على التليفون، وهاتوا لي مش عارف مين على التليفون، واغلبهم رفض، اغلبهم منهم من رئيس الرابطه احمد دياب رفض، والبحشت فيه عايز يتكلم شويه. احمد دياب، عايز يتكلم احمد دياب، اللي احمد دياب كذفه على شو قال انا رفض التذكره من الماتش الجاي ب 20 جنيه، واحمد دياب رفض وكذفه. قال له ما ينفعش ومش عارف. وبعدين الشات في احمد دياب شويه، قال له ما انت كلكم مليونيرات والكلام الفاضي اللي هو بيقوله ده يعني كالعاده. وشد في الناس اللي برا، الناس اللي معارضه للنظام المصري ايضا، هم اخذوا الجزء الاكبر يوم الامس. في يعني كم شخص في واحد في المركز الاعلامي في الزمالك بعت لي جزء ان هو بيقول انا ما فيش مشاكل بيني وبين يعقوب السعدي، انا لسه ما سمعتوش، هنحاول نسمع اي اجزاء في النهايه، رغم ان هو بالنسبة شتم يعقوب السعدي للموضوع وهدد بالانسحاب بسبب يعقوب السعدي، وقال لو يعقوب السعدي وقناه ابو ظبي نقلت اي هننسحب، وطلع الكلام بالظبط 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 بالظبط. هو اول امبارح شت جامد في الاعلام القدير يعقوب السعدي وكلام كتير، ولكن يوم الامس فجاه ان هو بيقول ان يعقوب السعدي كلمني نص ساعه. خد بالك هو بيقول حاجه غريبه، واخد بالك كل الناس بتكلمه، حاجه غريبه. يعقوب السعدي نفى الكلام ده رسميا النهارده، على هو نفى انه كلمه. نفى ايوه، وايضا نفى الاستاذ يعقوب السعدي، نفى كل التصريحات اللي موجوده على الصفحه دي باسمه، ايضا نفاها، وقال كل الاحترام والتقدير للشعب المصري وعمل القطبين. بس هو ما اتصلش بحد. قوي 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 قوي. هو على حسب كلام رئيس نادي الزمالك البارحه قال لك ان يعقوب السعدي مكلمني نص ساعه ومش عارف ايه، يعني اعتذر له على الهواء، قال له ما تزعلش ومش عارف ايه، الحاجات الغريبه اللي هو بيقولها دي. هسجله زي المكالمة، يعني زي المكالمة بتاعت دياب، وزي المكالمة بتاعت المذيع اللي عنده اسمه ايه؟ أحمد جمال. مساهمين ما هو بيسجل ماله؟ مكالمات، هو مسجل لأحمد جمال مكالمة وزعها سربها، كان ممكن يذيع المكالمة بتاعت يعقوب السعدي لو دي
يعقوب السعدي اه نفسه. المعلومه نرجع لك تاني يعني يا اسطى حاجات في كتير. على ما تجمع لنا النقاط اللي اتكلم فيها، ونحاول نسمع جزء مع بعض لو في وقت في اخر الفيديو، بس كل شيء يعني يقال في هذه القناة ما بنقولوش من فراغ. واشهد معي استاذ محمد فاضل، استاذ محمد فاضل انا قلت لك ايه امبارح على موضوع النادي الاهلي والبيان بتاع النادي الاهلي واعتراضه على الفانيلة الزرقاء لو تفتكر؟ قلت لي ان ما فيش بيان رسمي من النادي الاهلي، ما فيش مصدر رسمي طلع اعترض على الفانيلة الزرقاء، وده وبعض كلام الناس مظبوط، كتبت على التكست لا الاهلي معترض على الفانيلة الزرقاء ومش عارف ايه وبعتوا لاتحاد الكوره، في ناس كتبت انه بعت لاتحاد الكوره بيعترض وبتاع، بس اغلب للاسف الناس بتنقل من الفيسبوك، من الفيسبوك. واخد بالك، وكله اكاذيب انت عارف حضرتك، واللجان في بتطلع حد في مصر اكاذيب. كلها اتكلم وقال المعلومه. انا في معلومات بقول بنساها، او في معلومات ممكن اقولها لك ما بقاش عايز اقولها اصلا، بنحتفظ بنفسنا بيها. فانا طبعا يعني ايه دي، علشان انا كنت عايز افهمك ان ده اكاذيب موضوع الفانيلا، واحنا طبعا بنتحجج وده شغل لجان اعلاميه زملكاويه، مع ان الموضوع ما كانش في دماغي ان انا اقوله في قناه الجريء، كان ممكن اقوله في اي حاجه تانية من مؤسساتنا الاعلاميه اللي جمهورها جمهور راقي ونحترم، بس قلناها امبارح معلش، والفيديو. بس احنا لازم نقول برضو يعني، حتى هنا في قناة الجريء يعني لازم تقول يعني. اليوم ونحن ننفرد ببيان النادي الاهلي، ابدا النادي الاهلي اليوم اندهاشه من الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، والذي يكشف اعتراض الاهلي على ارتداء الزمالك الطقم الازرق في مباراه السوبر التي تجمع بين الفريقين مساء الجمعه المقبل على ملعب هزاع بن زايد في الامارات. قالت اداره النادي الاهلي عبر بيان رسمي ان الخطاب المتداول غير صحيح، وتم فبركته عن طريق برامج تعديل الصور والاستعانه بخطاب قديم، لا سيما ان الخطاب المتداول يحمل توقيع القائم باعمال المدير التنفيذي، رغم ان الدكتور سعد شلبي اصبح المدير التنفيذي للنادي بقرار من مجلس الإدارة. وأكد أن الأهلي واجه الزمالك في العديد من المناسبات والبطولات، ولن يعلق يوما على ملابس الخصم أو ألوانها. ما رأيكم؟ ده من فضلكم، إيه رأيك يا أستاذ فاضل؟ والله يعني الواحد بيسمع حاجات والله من المنافس، انا شخصيا صراحة بغير يعني، انا شخصيا بحترم المنافس بتاعي لانه بيطلع منظم في مجلس إدارة، بيطلع بيان رسمي، ما عندناش الجعجعة والكلام الكذب والاكاذيب بتاعت اللجان واللي مشغلها، وللاسف مش لاقيين مجلس إدارة، نفسنا يقول لك مجلس الإدارة اجتمع وطلع بيان، نفسنا يطلع بيان لمجلس الإدارة الساعة 5 بعد الظهر، نفسنا إن القرارات ما تطلعش الفجر من شخص واحد. محمد هسألك والله سؤال، العظيم يا جريء أنا بزعل على النادي بتاعنا، وبقول لك أنا بغير يعني، أنا ما بغيرش من حد أبدا، إنما أنا بغير، نفسي كان نفسي نكون إحنا بالمستوى ده. هسألك ألف سؤال، شكر، ألف شكر للنادي الأهلي. الخطاب الفنكوش اللي نزل على الفيسبوك وهم ينفوه بيأكدوا ان التوقيع حتى اللي نزل فيه القائم بالاعمال المدير التنفيذي يعني بيثبتوا بالدليل ان هو مزور. قدامنا الاتهام موجه للجان الاعلاميه الاهلاويه واللجان الاعلاميه الزملكاويه، لا بالظبط المرتزقه هنا والمرتزقه هنا، مين ليه صح، مصلحه ينشر هذا الخطاب المزور وينقله ويتناقله؟ هل اللجان الاهلاويه ولا اللجان الزملكاويه؟ والناس اللي بيسمعوني يردوا، وياسر يجهز اجابته كمان، مين ليه مصلحة إنه يزور خطاب زي كده؟ اصل اللجان الاهلاويه هتطلعه على اي اساس يعني، واللجان الزملكاويه مطلعاه على اي اساس؟ كله كلام فارغ وما يصحش يحصل، وهي دي الفتنه بقى يعني، هي دي اللي ممكن نقول أنت عليها تتوقع الفتنه. اللي عملها اللجان الأهلاوية ولا اللجان الزملكاوية؟ ما اعتقدش الاهلاويه ايه مصلحتهم فيها، يعني تعتقد إن هي اللجان الزملكاوية؟ انا اعتقد كده، اعتقد والله اعلم، تمام، انما اصل احنا بنحلل مع لازم بعض تدور على الهدف، لازم صح، تدور بالظبط عشان كده احنا بالتحليل بنحلل مع بقى، بعض. بالظبط استاذ ياسر بالتحليل كل حاجة تبان يعني. صح، استاذ ياسر تتوقع لجان اهلاويه ولا لجان زملكاويه؟ الأهلاوية عارف ليه؟ وبالدليل، قول بالدليل. من أجل استفزاز،
من اجل استفزاز رئيسنا للزمالك، والبارحه يطلع يشتم في الناس كلها من طرفهم. لولا هذا الخطاب وكانت الامور ماشيه نحو التهدئه او نحو الصلح تقريبا، ولكن قال لك اذا الحق ده في صلح والدنيا حتوقف والشغل حيوقف، فقال لك ارمي البيان ده. هم حتى دلوقتي اللجان الاهلي مش هم. ها السيد رئيس نادي الزمالك عايز الفريق يلعب بالطقم الازرق، وكده كده الاهلي ما وما بيغيرش طقمه، الاهلي طبعا هويته وماله. ما بيغيرهاش، يعني هيلعب بالاحمر. خطاب زي ده بص يقول لك يا ان صديقي الاهلي الكريم، اعترض لصالح مين؟ بص يا صديقي او لمصلحة اللي يسربها، مصلحة اللي يسربها عشان يشتغل. اصل الموضوع انت عارف، يعني انت عندك اكيد معلومة، الموضوع فيه يعني في حاجات تانية وفي مش حابب اتكلم فيها، بس انت عارف انا اقصد ايه. الخطاب نشر في اللي سربه الجروبات والصفحات ووقع فيه بالخطأ بعض اليوتيوبرات الزملكاوية، حتى اللي هم بيقبضوا من إدارة الزمالك. هل نزل في الجانب الآخر عند الأهلاوية؟ ما نزلش عند الأهلاوية، ما طلعش أي بتاع لايف ولا أي بتاع يوتيوبر أهلاوي قاله، نزل عندنا بس. أنا مضطر أقول الكلمة برضو اللي أنا قلتها امبارح وقتها من فتره، هي انا ما بحبهاش، بس إيه الاعلام الزملكاوي او السوشيال ميديا الزملكاويه بتلف فوق بعضها، محدش بيسمعها، كل واحد ضارب لي 100,000 اسم وبس بيقبضوا من الناس اللي فلوسها كتير. للاسف يا ياسر وللاسف يا استاذ محمد، الخطاب مزور من قبل لجان اعلاميه زملكاويه. حصل. يعني أصل للاسف يا أستاذ حصل ياسر، ما أعتقدش يعني اللي مسرب حاجة زي كده عايز يقلل من قيمة المنافس، يعني يقول لك إنه أهو خايف من الفانيلا الزرقاء. إنما لو أعتقد اللجان الأهلاوية مش هيهينوا نفسهم، لأن هو لو يقول لك إن إحنا بعتنا خطاب لاتحاد الكورة نمنع الزمالك من لبس الفانيلا الزرقاء، دي إهانة لهم. ما اعتقدش ان في حد هيهين الناس نفسه كل يعني. التعليقات بتقول لك ايه، اصل هم مسؤولين من الازرق، اصل الزمالك دايما بيكسب بالازرق. لا لا، ما فيش كلام فاضي، كلام فاضي. هو في حد بيكسب باللون يا راجل؟ لا كلام فاضي طبعا. بس بص يا استاذي الفاضل ويا صديقي الكريم، الاسبوع هذا الاخير انا انتوا عارفين اكيد، يعني عندي شويه فتره وقت اتابع فيه، خصوصا بالليل لما افضى. بس في الاسبوع هذا في تراشق غريب حصل، عادة الجماهير، طرد زكريا الوردي، الاحتواء بعض اليوتيوبرين الأهلاوية وبعض الصفحات قال لك الاحتواء بدأ بدري، موضوع زكريا الوردي سلطوا عليه الضوء، موضوع الجماهير في الطرفين. يعني احنا ام لا نغفل، يعني في الطرفين في حرب متبادلة غريبة. يعني ما لا، اصل صفحات الأهلي ما دي مش جديدة يعني يا أستاذ ها ياسر، مش جديدة الموضوع ده، التراشق بقول بينهم دايم يعني. طب ما ما هو أصل يا أستاذي، اتفضل. يا أستاذي الفاضل، ما أصل الدول ما يعني صعب صعب تقول لي إن هذول يتحركون من دماغهم. يعني صعب، هل معقولة يتحرك من دماغهم بدون تعليمات؟ لا ده في اللي ناس كنت عايز، شغالة، بس أسألك حضرتك فيه، هل الناس دي بتشتغل من دماغها ولا بتوجيه من اللي بيقبضهم؟ الناحيتين يعني. كلهم الطرفين. وأنا بقول لك بأكد على معلومتك، الطرفين كله بيشتغل وفق التعليمات، وفق ولكن اللي في نص ظهر بيقبضهم. في الصورة. يعني بص يا صديقي الجريح، هقول لك على موضوع اللجان الإعلامية الزملكاوية مفضوحة أكتر، واضحة أكتر، مش واضحة منظمة. أكتر المن تابعة. مش منظمة، واللي ها؟ بيشغلهم ما بيفهمش. غبي. واضح. لا لا، مكشوفين مكشوفين، أنت مجرد ما هو بقول تتفرج لك على واللي الفيديو بيشغلهم غبي، حتى غلطة زي دي لما تضرب جواب ومش عارف هو المدير التنفيذي ولا مش المدير التنفيذي ولا القائم بالأعمال المدير لا التنفيذي، يعني يعني غبي. لا، وانت بس مجرد تتابع الفيديو، تتابع اول دقيقتين من الفيديو او تتابع البوست اللي منزلي، تعرف ان هذول موجهين من قبل فلان، صحيح. الصفحة الثانية فلان غير ظاهر على الصورة ولكن بتعليمات، موكل اشخاص يوصلون تعليمات. ننتقل لخبر آخر، فمن ضمن أخبارنا كمان النهارده قبل ما نسيب النادي الأهلي، نأكد إن بعثة الأهلي وبعثة الزمالك وصلوا بالسلامة إلى الإمارات العربية المتحدة استعدادا للماتش السوبر على استاد هزاع بن زايد. المباراة تكون مباراة كبيرة إن شاء الله،
والكل جاهز لهذا العرس الكروي الجميل. من ضمن أخبار الأهلي معانا النهاردة كمان موضوع بنت هناء حمزة. الأهلي مقدم شكاوي ضد بنت هناء حمزة، وهناء حمزة مقدمة شكاوي ضد النادي الأهلي. النهاردة نيابة قصر النيل حفظت الشكوى المقدمة من مريم مصطفى نجلة هناء حمزة ولاعبة الفريق الأول كرة طائرة سيدات النادي الأهلي إداريا، واللاعبة كانت زعمت إن النادي الأهلي قام بتزوير العقد وإنها لم توقع لمدة 4 سنوات في حضور والدتها، ومجلس إدارة النادي الأهلي قدم بلاغات. كل ما يهمنا إن الخبر اللي نقوله إن نيابة قصر النيل حفظت البلاغ بتاعها. تهبت علي أستاذ محمد فاضل على هذا الخبر؟ ما انا قلت قبل كده يا جماعه، اصل دي 1 + 1 = 2، يعني ما فيهاش ثالث، يعني واحده موقعه، لان انت عارف حضرتك التوقيعات بتاعت العقود مش توقيع بس، ده توقيع وبصمه، فطبعا اكيد في كمان بصمه زائد فيديو متسجل وهي بتوقع. طب ايه التزوير اللي حصل؟ في ملء البيانات؟ لا، ملء البيانات بقى طالما مضيتي على بياض او غير بياض، زي ما بنقول احنا دايما، انا اسف يعني في الكلمه، القانون لا يحمي المغفلين. مش ما كانش لازم ان انت تمضي على عقد فاضي. كان كون في واحد بقى ان صاحبي كده طلع اتكلم يمكن 2 3 ساعات في الموضوع ده، وقال لك مش هسيبهم وانا معاهم للنيابه للنهايه والتزوير ومش التزوير وبتاع. شكله ايه فاكر دلوقتي؟ حد لا فاكر حضرتك احنا اتكلمنا في الموضوع ده اول ما بدأنا نتكلم في الموضوع ده، انا قلت لحضرتك ايه؟ يعني لو حضرتك انا مضي لك ورقه على بياض على وصل امانه ومن غير ما نكتب المبلغ، وحضرتك جيت بعد شهر 2 3 رحت كاتم مليون، المحكمه بتاخد بيه ولا ما بتاخدش بيه؟ وبدخل السجن ولا ما ادخلش السجن؟ ما حدش قال لك تمضي على ورقه بيضه، وناس كتير دخلت إذا السجن كانت بسبب وقعت الموضوع ده. بالفعل على ورقة بيضاء، إذا كانت وقعت بالفعل على ورقة بيضاء، لأن إحنا احنا ما انا بقول كتبناش يوم. انا بفترض ان وقعت على الورقه البيضاء، برضو مش هتقدر تاخد حقها. ده مبالغ، وناس بتدخل السجن عشان مضى على ورقه من غير ما واتكتب المبلغ بعدين، واخد بال حضرتك؟ فكلام فارغ اللي طلع وقعد يتكلم 2 3 ساعات لا وقعد سيبك، يقول والقانون بيقول وتعالى قانون بص مين؟ لو كتبت، وبعد نص ساعة عملته وقعد يشرح للناس. أنا بشك إن هو أصلا عدى من قدام بوابة كلية الحقوق بأمانة. ده طب ده انا قلت، ده انا قلت افضل من حضرتك، انا قلت عدى مقبول، ده انت كمان ده انت كمان عملتها اكتر يعني. ده بس رأيك يا هو بمقبول، بمقبول يعني انا اعتقد، ويجيب لي الشهادة ويوريها لي. إن شاء الله. ياسر، إيه رأيك في اللي بيحصل ده؟ والله مفاجأة يعني، فاجأتني بصراحة. بصراحة أنا بحب أتكلم بشفافية، بصراحة فاجأتني، لأن هي ظهرت مع أحد الإعلاميين، يعني الأستاذ الكبير، أنا بحترمها جدا، الأستاذة هنا حمزة، أكيد بنتها المحترمة طبعا، البنت الفاضلة المحترمة، ظهرت مع أحد الإعلاميين بدون ذكر أسماء، ولمدة ساعة وربع ورت له، يعني ورت للإعلامي هذا عقود، وشرحت له قضايا سابقة، وكانت واثقة خلال الكلام والورقة اللي قدمتها للإعلامي هذا بدون ما أذكر اسمه طبعا، كانت واثقة من موقفها. فأنت دلوقتي بتقول خبر قرار حاجة نيابة تانية خالص عن اللي هي احنا، ده قرار نيابة. أنا بتكلم عن قرار نيابة، مش بتكلم عليك أنت طبعا، بس لا بتكلم احنا اول إن يوم هي اعلنا أنا ان احنا كان واقفين معاها واتكلمنا كويس على الكابتن هناء حمزة ككابتن تاريخي للكرة الطايرة في مصر. طبعا اول يوم، طبعا وبعدين انا انا عملت عملت انا اتصالات كان وتأكدت ان الموضوع فنكوش والهدف فيه يعني إله الناس شوية، وقلت تاني يوم قلت فنكوش وهنقفل. طبعا، بس كان في حرب بوستات وحرب اعلامية شرسة من قبل الطرفين، يعني انا يعني مش عارف السوشيال البنت ميديا هتتعاد بتخبط في تاني في بعضها، مصر. تخبط دماغها في الحيطه، بس لما يطلع مسؤول كبير ويقول لك انا معاهم لاخر العمر ومن حقها، ويقعد يشرح ويقول لك والتوقيع ده ولو بعديه ب 10 دقائق والتزوير وهسجنكم 3 سنين، هسجنكم ثلاث يا سنين سيدي الفاضل، يا سيدي الفاضل، لو في حد بيحاسب على الكلام ده، ده الراجل ده كان من زمان جوه،
في العصفورية، لو في حد بيحاسب ده الراجل ده عارف ممكن مش يخش، بدرس ده ما يخشش السجن يا باشا، ده يخش المستشفى اللي انا وانت عارفينها، اقسم بالله فعلا. يخشها يقعد سنة خلينا فيها نقول كمان. خبر حلو النهارده على لاعب محترف مصري احمد رفعت سجل اول اهدافه مع في الوحده الوحدة الإماراتي، الاماراتي، الإماراتي في الإماراتي. شيء جميل في شباك الزفره يعني، بالتوفيق وربنا يوفق كل اولادنا. كان عندي فيديو لاحمد مرتضى وهو بيقول احنا بيتكلم عن موضوع اللعيبه دي غير كلام اي حد تاني في اداره الزمالك، ولكن خليه احنا مش فاضيين كتير قوي النهارده. بالنسبة لقضية خالد أبو طيب نجم الزمالك، المحكمة الرياضية عقدت جلسة استماع في القضية المغربي الدوري خالد أبو طيب يوم الجمعة الماضي، وتم قبول الطعن المقدم من جانب مسؤولي نادي الزمالك، لكن لم تتخذ المحكمة الرياضية قرار. هي بتبص دلوقتي في الأوراق، إما تلزم الزمالك بدفع 2.7 مليون يورو قيمة التعويض اللي طلبه اللاعب، أو يتم يصدر قرار آخر يعني من المحكمة الرياضية. توقعاتك يا أستاذ محمد فاضل في هذه هو التأمين؟ الزمالك هيدفع يعني، بس طبعا ممكن مش المبلغ ده يعني، ممكن ينزل، بس لو هو الزمالك بيقدم بيقول لك ان احنا قلنا له تعالى نعالجك، وهو بيقول لا انا تعالجت لان حالتي مش عارف صعبة ولازم تتعرض على اخصائيين وبتاع. طبعا الكلام ده كله لو الزمالك اثبت انه هو بعت له انذارات عشان يجي عشان يعمل، هيتخفض المبلغ جامد، هياخد حقوقه اللي هو ما خدهاش، هياخدها، انما المبلغ الكبير ده كله اعتقد هيبقى صعب انه ياخد 2 مليون و700 الف، دي مبلغ كبير قوي لان ده يورو عقده كله بالغرامات بتاع يعني، فطبعا لا يمكن ياخد عقده كله، هو هياخد طبعا لان لما مشي كالعاده كان له حقوق ما خدهاش والكلام ده كله، ممكن ياخدها وياخد عليها كمان شوية، بس هياخد هياخد بس هياخد بس طبعا ممكن ما توصلش، وممكن بقى لو ما عرفوش يثبتوا هياخد المبلغ كله وفوائد من يوم القضية لغاية النهاردة، زي ما احنا مستمتعين بكهرباء وهناخد منه كل يوم يبطل يدفع هناخد منه قد كده، هتيجي على دماغنا احنا كمان يعني، فاكر زمان خد لما بالك. قالوا له نادي انا ما الزمالك اعرفش اثر، ايميلات انا ما اعرفش اوراق ايه اللي قدموها يعني، لو انا اشوف الاوراق اللي واكيد قدموها فاكسيات واكيد اقول لك يعني، على بس كل لو حال فيها المحامي الايطالي هيعرف برضو يعمل شغل المحامي الايطالي. انا نتمنى الخير لنادي الزمالك في كل ملفاته، بس ما ننامش لاخر لحظه لان في كلام مهم جدا ان السيد احمد مرتضى منصور كان عنده جلسة ولم يحضر وراحت عليه نومة. يعني ما ما هي ننامش دي ما ننامش ما ننامش ما ننامش ما عشان كده نستنى اتحكم نومة. بالمبلغ الكبير ده. اه ها طبعا الشفافية والوضوح يا سادة. ايه رأيك يا ياسر؟ الموضوع هيخلص يا على 500 ألف يورو اللي خالد بوطيب لما يعني خدها من دلوقتي، يا هيخلص ب 4 مليون يورو، يا ده يا ده من يعني احنا الآخر كده يعني. مقروصين مقروصين، واحنا احنا لينا عند احنا لينا عند عند كهرباء كهرباء 53 مليون، يورو ولا مصري؟ لا 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 مصري مصري بتكلم مصري. جنيه، طب استنى بس انا عايز حد يسأل، عايزين نحسب مع بعض. بالدولار انا حافظ قلت الرقم 53 مليون مصري، مليونين كان. هو عدى ال 2 مليون ونص دولار خلاص. المبلغ اللي عند كهرباء مليونين و400 الف او 30 الف دولار دلوقتي بالظبط كده. دخلوا 500، دخلوا 500 يورو، دلوقتي يعني هيدخل على الفلوس اللي 500 هناخدها من الكهرباء هنحطها عند خالد مطيب؟ طبعا. هو ده او هنحط جزء منها يعني، هنحط جزء يعني 500 الف يورو. ايه ده 2.7 من 10 غير الفوائد، 2.17 باليورو، انتوا حسبتوها لي بالدولار واليورو اعلى من الدولار. بس بص يا صديقي الجري، انا بس ثقة يعني جامدة جدا في المحامي الايطالي، لا الموضوع مش هيخلص 2 مليون الحاجات الغريبة دي، لا خالص خالص وانا معاك يا استاذ ياسر، لان المحامي خالص الايطالي خالص واضح خالص، انا قريت شاطر عنه محامي كويس يعني، قريت عنه شاطر، تابع محامي كويس. تابع للفتحة استاذ محمد فاضل،
ده اللي ايوه يدافع في قضية، ده هقول لك مفاجأة ممكن أقولها أصلك جري. قول يا باشا. عارفها أنا، عارفها بس قولها. موضوع السوبر ليج لما فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد تبنى فكرة السوبر ليج ودخل في صراع يعني قانوني مع الاتحاد الأوروبي ويفا، والرئيس مالته ألكسندر تشيبيري هو هذا أحد المحامين اللي يدافع عن الويفا عن الاتحاد الأوروبي، هذا واحد منهم. كل لا قضية ولها أوراقها، ده ما يثبتش إن هو ناجح في حاجة. إذا كان الزمالك فعلا لا كان لا يثبت بأوراق حقيقية وتقارير حقيقية، الزمالك يكسب. ما عندهمش تقارير. ب... ب... لا بس اللي استلم محكمة التحكيم الرياضي استمعت لشهادة الدكتور محمد أسامة والكابتن إسماعيل يوسف والفويس نوت اللي بين النادي وبين خالد. لا الموضوع كان، وكان في أحد الناس الماليين المهمين جدا أيضا استمعوا إلى شهادة ده المحكمة كله الكاس. الجانب بتاع الزمالك يعني، ما سمعناش الجانب بتاع خالد أبو طيب. ما يمكن هو برضه والله عنده دفوع وعنده فويسات وعنده فاهم، أوراق انا قلت وعنده لك وكيل ايه، انا قلت أعماله. طبعا انا بس قلت لك ايه، بس احنا مش هنلبس 2 مليون يورو خالص خالص أنا الموضوع بس ده. كل خوفي بصراحة إن ناخد الفلوس من الكهرباء هنا نسددها هنا، ولا رأي الكلام اللي بيتقال لي من دول إن فلوس الكهرباء تتحط في الاتحاد الدولي يبقى الكلام مظبوط. لا 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 يا غالي، بص يقول يا لك غالي يا بص ريتك انا هقول لك، يا ابو انا عايز اعلق الحتة زيد دي، مغازيل. عايز اعلق الحتة دي. لا الاتحاد الدولي مش خزنة لا خالص، بيحطوا فيها بس فلوس، ملوش لا مش علاقة هيستلم، ولا ياخدهم. لا مش الكلام ده هيستلم لا كلام ما يستلمش، هو ما مش خزنة لأي حد. خالص هو خالص. لازم انتوا الطرفين تتسددوا وتتصرفوا مع بعض، وبعدين يجي لي القرار، يجيني عملتوا ايه في الاخر بس. انما وين هو مش، الزرافين؟ لا هو مش خزنة، ده كذب اللي بيتقال. كل الاتحاد الدولي ابدا ما هوش سلام الاتحاد المصري، ما هوش الاتحاد المصري يا جماعة. خالص. بس طيب هقول عندنا لك مفاجأة فيديوهات في ممكن الفيديو دي. نسمعها، لا وعندنا لا خد المفاجأة، رسالة. خد اتفضل المفاجأة دي، اتفضل. خد المفاجأة دي. فلوس كهرباء مش هتروح لخالد بو طيب، فلوس كهرباء هتروح لداني سبورتنج لشبونة ده لسه وموضوع شيكابالا. انا والله والله، انت حضرتك دوختنا يا استاذ ياسر. احنا هندفعها فين ولا فين؟ يعني مش هتدخل فلوس النادي يعني. سبورتنج لا خالص خالص، احنا مش هنمسك والله فلوس بايدينا خالص. وانا في نفس الغلطه بتاعت اداره الزمالك لما جت وقالت بفلوس كهرباء هنعمل وهنجدد بن شرقي وهنجيب ساسي وهنعمل. ما احنا برضو عمالين نفكر على ان الفلوس هتيجي، الله اعلم ما تيجي امتى. خلي اداره الزمالك مش عندها مليار في البنوك تدفعه. عندنا واخد مليار، بالك، انا مليار مليار. عندنا تسريبات وعندنا فيديوهات وعندنا رساله للاستاذ راشد راجع من تونس. استاذنكم ناخد رساله الاستاذ راشد راجع من تونس، يا اهلا وسهلا. نسمع أستاذنا الكبير راشد راجح من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم مرشيد الراجحي من تونس. أولا أنا كمشجع لنادي الزمالك فخور بأني أنتمي إلى مؤسسة إعلامية هي رمز الصدق والحيادية والجرأة والشفافية، فالحمد لله رب العالمين. ثانيا عندي رسالة إلى قناة تن ورضا عبد العال. يا كابتن رضا، حلل الماتشات زي ما تحب، لكن بلاش تخبط في أي لعيب، دي مش شغلتك، دي شغلة المدير الفني للفريق، وهو عارف اللي أنت مش عارفه. وبعدين أنت مالك ومال نادي الزمالك؟ عمر جابر وحمزة المثلوثي مش لعيبة وما يستاهلوش يلعبوا في نادي الزمالك، وفيريرا يفوز بالحظ يا سيدي، احنا مبسوطين بيه وفرحانين، انت مالك؟ خليك في حالك، حلل ولكن بدون تجريح في اي لعيب. رسالتي الثانية الى رئيس نادي الزمالك، يا صاحب السعادة، على رأي استاذنا الجليل محمد فضل، انت مش هتبطل لعن وسب وخوض في الاعراب، مش هتبطل كذب، مش هتبطل جعجعة على الفاضي. وعلى فكرة معروف أن الصوت العالي دليل على الضعف وقلة الحيلة. يا أخي حرام عليك، احترم نفسك على الأقل، يعني أنت مش مكسوف من أحفادك ومراتك وبناتك؟ يا ريت بهذا الكم من قلة الأدب
عملت حاجة. بالعكس، أنت كل يوم تتورط أكثر في قضايا ومشاكل، وكل يوم تنزل من عيون الكل حتى أصبحت في الحضيض. سأقول لك أبيات من الشعر لعلك تهمد وتبطل رغب. رغم أني أشك في أنك تتغير، لأن ما بالطبع لا يتغير. يقول الشاعر: إذا أردت أن تحيا سعيدا وعيشك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس أعين. وإذا أبدت إليك عينك معايب فصنها وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ندائي الأخير هو نداء إلى أجهزة الدولة المصرية. أتوسل إليكم بأن تأخذوا موقف من هذا السباب اللعان. أنا مش عارف ليه ساكتين عليه كل هذا الوقت. بالله عليكم اضربوا بيد من حديد كل هذه الأشكال التي تسيء إلى الدولة المصرية في كل الدول العربية. وشكرا. أخيرا وليس آخرا، تحية عطرة لأجرأ جاري وكل أعضائه المحترمين، وخاصة الخبير الدولي محمد فاضل، وأيقونة القناة الأستاذة تريز، وعالم الآثار الفرعونية محمد الديب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام. شكرا أستاذنا الكبير أستاذ راشد راجح من تونس، سفير مصر والخبير الجريء وسفير الزمالك وسفير الحلاوة كلها. مش عارف يعني ليه مزاج أقفل الفيديو بدون ما نسمع ألفاظ تقرف ودنا، ولكن في ناس بتقول لا مهم جدا، لأن فيديوهاته بتتشال من كل وسائل الإعلام زي ما كان مهم إن الجمهور المثقف يسمع هو بيقول إيه. ناخد جزء قليل كده من أي مداخلة كده للسيد رئيس نادي الزمالك ونختتم الحلقة. والله بلاش، والله بلاش، معلش عشان بس يعرفوا برضو إن كل الفيديوهات بتوصل لنا. أنا عندي حاجات كتير، يا سب وهشتم وبيعمل كل حاجة. ناخد جزء كده نسمعه ونفتح زيكم بسمع الأول مرة. ممكن؟ ممكن. اتفضل. خلاص يا تحت أمرك. فاتك ابعد عن نادي الزمالك، لان بعد العوده ان شاء الله من ان شاء الله عشرة العمر ايا كانت النتيجه هرجع تاني افضحكم قدام مصر كلها. ما دام انتوا مش عايزين تحترموا نفسيكم، وما دام انتوا مش حابين بلدكم زي ما احنا حابينها، لم ارى في حياتي رخامه زي ده. ايه ده؟ ايه ده بجد؟ انتوا مين؟ انتوا ولا حاجه. ومن ساعه الفار ما جه هتستمر ولا حاجه. وين لعب مصطفى يونس؟ مصطفى يونس بيتكلم عن الاهلي انه حته من دمه، ده هو حر. يونس لو قال انا عايز الاهلي يكسب الماتش اللي جاي 20-0 حقه. انما قله الادب، ويعقوب السعد يشتم، ويعقوب السعد النهارده عامل لي مكالمه لمده نص ساعه. دي اللي انا قلت لكم انه فاهم كذب. ان كل ده كذب وقله ادب، وما قلتش اي حاجه من الاهلي الصايع دي بتقولها. فعلا ده اللي حصل يا ست مشتاق. بقى بتوعك يا خطيب بقى لمهم بقى. لم لجانك بقى عشان ما افضحش الدنيا اكتر من كده. لم لجانك. وانا ما اتكلمت بشيء محترم عنك وعن نادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا عمري ما اتكلم بشيء محترم. واتحدى مره كابتن مصطفى ان انا اتكلمت عن النادي الاهلي بسوء. وانا قلت الكلام ده كابتن جماهير. فمش كل شويه بقى العيال عندك يعني بيصور اللي عايز يتكلم مش عارف يتكلم. احنا دلوقتي ايه؟ غير مسموح حد يتكلم غيره. انا لو زعلكوا الحاجات اللي قال بتاعه بتلجان للتعليمات من محمود الخطيب عني وعن نادي الزمالك، ما اعتقدش في اهلاوي محترم هيقف على الكلام ده. سفاله. ايه ده؟ شتيمه واكاذيب. ايه ده؟ ايه ده؟ يلي بعد ما نرجعه ان شاء الله باذن الله انا معاك بقى لغايه اخر العمر، انت وكل اللي معاك. صارت شوية تعال معاك في مجلس الإدارة شتيمة. وإيه ده؟ إيه ده؟ بقول لك يا ضماطي أنا جاي لي من مصنعك الجبنة فيها إيه؟
اقسم بالله وحق القران الكريم. وانت ده ضمطي ده عضو مجلس اداره في الاهلي؟ محمد ضمطي بيقول للخطيب انت وشويه العيال اللي معاك في مجلس الاداره يقصد نكمل. يا جرح كفايه بقى لان والجرح عضو مجلس اداره؟ ابنه جمال الجرح. ابن جمال الجرح لمه بدل ما لمهولك ولمك معاه. انما ما فيش يا جماعه يعني ما فيش رياضه هتبقى بالشكل ده. ناس عماله تشتغل 24 ساعه وتقل اداب 24 ساعه ومنهجين يا ريس. ايوه يا بيه ومنهجين. والباشا هرب راح فرنسا عشان يلا اشتموا انتوا بقى. ده الباشا اللي هرب راح فرنسا ده الخطيب؟ خلاص فرنسا البلد عشان قالوا له زي ما مرتضى منصور بيطلع بيانات محترمه والاهلي طلع بيان عشان البلد تهدى. لا ما بطلعش انا الاسطوره صورتي. اصبر عليا بقى انت وناسك بعد الماتش ده رقم واحد. رقم اتنين يا ريت تطلبوا لي الاخ احمد ديان. يا استاذ احمد انت بتصحى بتتفرج انت بتبقى صاحب بتتفرج لا كفايه بصراحه. وبعدين عايزه يتصالح معاه يعني احنا قلنا انا قلت قبل كده هو من تحت الترابيزه عايز يتصالح معاه ويقول والوش الفج بيهاجمه. طب هتصالحوا ازاي يعني لو حضراتكم مكان كابتن الخطيب او مكان اي حد مستر عباس اي حد من اللي هو بيشتم ما بشوفش بالقنوات الاهلاويه بتشتم ولا بتشوف حد بيشتم ولا بتاع مش حتى لو بيشتموا حتى لو بيشتموا يعني هو يعني هو لسانه عفيف يعني محمد ساعات انا وانت ما بنفضلش نشوف الفيديو بتاعنا وعد مثلا يعني ايه ده التهريج ده هو راجل ما بينامش بقول لك عنده مشكله الراجل ده ما بينامش بيقول لك من الساعه 2 للساعه 4 هو زي ما انت قلت ده اللي يتابعه اللي عندهم ارق انا نسمع حته كده انط الهجس بتاع دياب ده ونسمع حته تانية. السؤال الاولاني هو انت مالك هعمل التذكره ب 20 جنيه ده دياب تاني وانت مالك طب انا بقى دخل مجان انت مالك انا اتصور انك تقول لكل الانديه خفضوا نط الكلام اللي بقول هي الست في 9 اشهر وحياه امك خليك بعد 7 اشهر صح الله العظيم انتوا الاثنين هنوقف الفاظ لا طريق بخالات الجري ولا طريق بمصر ولا طريق باي حد محترم نكتفي بهذا القدر من ال انا بخاف اسمع انا بسمع معكم اول مره بخاف اسمع والبارحه اكد اكثر من 20 مره ان عايز يمشي او هيمشي خلي بالك واللي عايز يمشي ما يقدم استقالته ويمشي لا وفي حاجه البارحه وجهها يا جري انا قلت لك لو اتربقت السماء على الارض مش هيقدم استقالته عمره ما هيقدم استقالته عمره زي ما بقول لك بالظبط عمره ما هيتوب ويبقى انسان محترم انا بقول لك برضه عمره ما هيقدم استقالته هتيجي من فوق هتيجي ايوه من فوق. الله ينور عليك يا استاذ الله ينور عليك عشان هو بقى له 3 مهم عشان الناس ما بتفهمش نحن ضد السب واللعن والطعن في الاعراض وضد الكذب حبش حد يجعل جمهور الزمالك يتغير مش حد يدخلنا في معارك جانبيه مشكله بينه وبين دياب يبقى الاثنين لا مؤاخذه يتصالحوا يبقى الاثنين بقوا ملائكه احنا مالنا مشكله بينه وبين عباس عشان انتخابات قديمه ولا عشان قضايا قديمه يبقى الزمالك بينهار ومحجوز عليه قصه كل سنتين بتتقال لو قعدوا الصالح هو هيبقى عباس ده يتعمل له ملعب واستاد مشكله دلوقتي بينه وبين الخطيب بيشتموا وهسجلكم ثلاث سنين ويتحط له يافطه على حمام السباحه وبعدين تتشال اليافطه بعديها بيومين يعني احنا مش عايزين حد يدخل الزمالك في مشاكله ولا الزمالك ولا جمهور الاهلي المفروض يدخل الاهلي في مشاكل الخطيب مع صاحب السمو امير الجماعه دول ناس في مشاكل بينهم هما الاثنين ايه دخلكم انتوا يا جماهير وايه دخلكم انتوا انديه تدخلوا اسامي الانديه في اللعبه دي يا جماعه دي لعبه قذره مالناش دعوه بيها اقول لك ليه بيدخلوا الجماهير الشخص اللي نفسه ضعيف ومهزوز ومالوش اي بيهدد بورقه جمهور الاهلي والزمالك
وبيزيل الدولة وبيقول للدولة أنا بصوا أنا لو الجمهور بتاعي نزل هكسر الدنيا، بس أنا منعهم، أنا لغاية دلوقتي بقول لهم ما تنزلوش. ده شغل تهديد للدولة عشان الدولة تنقى راضية وقاعدة وقاعدة. واللي هيدفع الثمن هو الشباب الغلبان ده، هيدخلوا السجن، هيدخلوا السجن ولا هيسأل عليهم لا هو ولا غيره. والله يا السوشيال ميديا الزملكاويه بيتحكم فيها ثلاث افراد بياخدوا ملايين من هذا الشخص، ملايين، بس تلاقي توابع زي الناس اللي كان عندنا وطردناهم، توابع اخرته لو راح مره في النادي ولا بتاع يدوا له علبه كفته، اللي بيكرموه قوي تيشيرت، واللي عمال يقول صلى الله عليه وسلم في فيديوهاته ليل نهار ويطلع يعمل فيديو واثنين وثلاثه كبيره انه طلع صدفوه مره في قناه الزمالك بس. وفي ناس بتنهب بتغرف والباقي مغيبين، الباقي مغيبين يعني يا ريت الكل بيقبض بيدوم الفتات طبعا هم بيقبضوا ولا ولا الهبط. ولا اي من بيقول لك عيل كبير اللي يروح يحضر المؤتمر اللي بقى له فتره ما بتعملش ده كان بياخد علبه كفته وماشي، واللي هو مميز عندهم قوي يعني اللي مثلا بيعمل له لايف يحضره 200 300، لان في ناس بتعمل لايف يحضره 7 8 200 300 ويقول لك يعني يجيبوا له تيشيرت يطلع بيه وهو بيعمل لايف. والناس اللي هم امير عامل لهم مشاهدات وهميه في اليوتيوب يستضيفوهم، استضيفوهم مره في قناه الزمالك، ده المقابل يعني. الناس بعد ما ارهب بالفتات يعني الفتات دي حاجه نظيفه ببلاش. لا وبعدين انت ممكن تجيب لهم فيديوهاتهم لما كان متجمد وتشوف كانوا بيقولوا عليه يعني، ما كل حاجة موجودة يعني، ما حاجة فيش حاجة بتضيع. انت بتعاتبني انت وأستاذة تريس تقول سمعت الفيديو بتاعي ولا اقول لك غصبا عني؟ والله ما بلاقي اسمع، وانا كان نفسي النهارده اسمع فيديوهاته كلها لان كل الفيديوهات بتاعت ياسر اللي خصها لنا اتبعتت لي، واخد منها حاجات واجيب عكس كلامه في فيديوهات قبل كده. ما عندناش وقت، عندنا شغلنا وحياتنا اهم. بخلاف ذلك هتسمع الفاظ عمرك ما سمعتها يعني. انا هو انا انت عارف انا يعني اقدر اقول كلمه بسيطه قبل ما نقفل، ان اللي عايز يتعلم قله الادب يسمع اللايف اللايف بتاع صاحب السمو. والله يعني ده في شتيمه انا ما اعرفهاش عمري ما سمعتها. مسابقه على كلمه تجرامه، مسابقه على كلمه تجرامه، ما حدش جاوب صح. ايه تجرامة دي؟ ما هو ما فيش لها معنى، هيجاوبوا ازاي يعني؟ والله لو حد لقى إجابة يا جماعة يقول لنا، عشان برضو العلم كويس يعني، الواحد بيتعلم لغاية لما يموت يعني. العلم لغاية البنجان. والله بس بصراحة بصراحة أقسم بالله العظيم أنا سمعت شتايم من الشخص ده عمري في حياتي ما سمعتها من حد، عمري في حياتي محمد وصلت فضل. للسن ده وعمري ما سمعتها من حد ولا في الشارع حتى. استاذ فاضل واستاذ ياسر، في 2019 امتلأ العالم رعبا من فيروس اسمه كوفيد 19 او كورونا بيقول عليه كورونا، وكلنا كنا نتخيل نهايه العالم، وابتدى الفيروس ينتشر ويتوغل وينتشر ويتوغل وملأ العالم بقرفه ووسخته وقذرته. مظبوط طبعا حسن. اين هو الفيروس الان؟ الفيروس يندثر والعالم كله يحاربه. إذن الحمد لله يبقى الخير مهما حاول الشر ان يملا الدنيا صراخا. بشكر حضراتكم كتير استاذي الكبير والعلامه الفاضل استاذ محمد فاضل، بشكرك على وجودك معنا. الله يخليك، انا اللي بشكرك جدا وبشكر وسعيد بوجودي مع الاستاذ ياسر. الله يخليك، انا اللي سعيد جدا طبعا بال المصري العراقي الزملكاوي الجريء استاذ ياسر اللي دايما بيفيدنا بعلمه واخلاقه. حبيبي بشكرك واشكر استاذ اللي بنتعلم منك الاستاذ محمد فاضل. قبل الحلقه اللي عايز يسجل معانا يا جماعه بنسجل ما بين السادسه والسابعه يشرفني يبعت لي عبر ماسنجر ويقول عايز اسجل معاكم هيكون ضيف في نفس الحلقه. ما حدش يكتب تعليقات ويقول هي الضيوف دي انتوا بتختاروها ناس، ده كلام فاضي. حضرتك ماسنجر بتاعك بتاع حد من عيالك بتاع اي حد في ماسنجر وفي واتساب، ادخل واكتب عايز اكون معاكم على دماغنا من فوق، وادخل اشتم فينا وقول اختلف مع الاستاذ فاضل واختلف مع ياسر واختلف مع مين،
هنسيب لك اللي بيبعت رساله بنزعها زي ما هي، واللي بيدخل لا. بيتكلم بيتكلم زي ما هو. انت شفت استاذ فاضل بيختلف معايا واستاذ ياسر بيختلف معايا النهارده. لو سمحتوا لو سمحتوا ما تشتموناش، قولوا قولوا مختلفين معنا بس بلاش تشتمونا. مش لا مش مين ولا مين يعني. الجرأة والشجاعة ان ما حدش يتخفى ورا تعليق ومغير اسمه ويفتكر ان هو كده يعني بطل وداخل بتاع. لو التعليق انت هتصوره وتبعته لصاحب الامر وهيقبضك فيه 20 30 جنيه اوكي انا موافق وهظهر لك التعليق يا عم، انا عندي 30 جنيه لما تحط في جيبك احسن، انما لا تعليق احسن. بقى من نفسك راجل علينا. لا يا سيدي مش هتبقى عمرك ما تبقى راجل علينا لان احنا واثقين من نفسنا. شكرا يا محمد وبشكر ياسر. الله يخليك حبيبي. بشكرك بشكرك من رافع الرؤوس. صباح الخير وانت من اهل.